بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اللعابه اللي كانوا رجال، الحمد لله قدرنا باش ناخذوا مقعد اللي غيأهلنا للمنافسه الافريقيه. ماتش ما كانش سهل ضد فريق اللي كبير، فريق خريبي، درنا اللي علينا الحمد لله. الدراري كانوا رجال في التيران وقدرنا ننتصروا، وموسم ما خرجش الحمد لله خاوي. كاس العرش ومرتبه ثالثه، واخا ماشي شي طموحات، ولكن ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله اكثر من هكا. وكنطالبوا الجماعه العسكريه تساند لاخر رمق، وغيكون الخير ان شاء الله في اللي جاي. الحمد لله احنا جيت سعداء يعني بضمان المركز الثالث، ربما كنا كنطمحوا اكثر فاكثر، ولكن الحمد لله هذا هو المبتغى اللي كان الناس داروا واحد يعني سطروا واحد السيناريو اللي غادي يمشي به العام، فالحمد لله حققناه. كنظن انا بعد الكبوه اللي طرات لنا هذا العام هذا في كاس الكاف، يعني الخروج اللي يعني اللي شافوا الناس كاملين انه ظالم، فالعام الجاي كنتمنى ان شاء الله ما تعاودش نفس القضيه، ويكون شويه ديال العدل باش هذا الفريق ياخذ حقه. هذا لاننا تظلمنا وما كناش نستاهلوا هذا الشيء. كنتمنوا العام الجاي الفريق يمشي في شي مسيره احسن في كاس الكاف ولما لا البطوله وكاس العرش ان شاء الله مره اخرى. لما لا يعني كتشوف تقنيا فريق الجيش الملكي راه فريق في مستوى العالي، لا ربما كيبقاو بعض الدروتوشات اللي خصهم يتصلحوا، والفريق الحمد لله الان بدا كيتبنى، يعني باش تلقى فريق تنافسي على البطوله خاصك تبنيه، يعني ما كيجيش واحد العام انك دير فريق اللي غيديرك بطوله في عام ولا عامين، بالعكس خاصك دابا الحمد لله البوادر بدات كتبان. نتمنى انه تكون غير الاستمراريه في المواسم المقبله، وهذا يعني هاد اللاعبين اللي كاينين هذا راه قادرين يحققوا اكثر، وان شاء الله من بعد عام ولا عامين غادي يدوا البطوله وغادي يرجعوا يعني الجيش الملكي القيمه اللي يستحق. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.